بعد 5 سنوات من التهجير على أيدي التنظيمات الإرهابية، عاد 20% فقط من أهالي قرية زارا في ريف حماة الجنوبي إلى منازلهم التي كانت تفتقر للجدران والأبواب والشبابيك مع نقص المياه وانعدام التيار الكهربائي. هناك بعض البيوت التي بعض المنازل التي عادت إليها الأهالي لا تصلها المياه. اليوم برفقة مدير الكهرباء ومدير المياه بكرة حتكون وصلت لهم المياه لكل بيوت القاطنين يلي عادوا أهاليهم لهم. قمنا بحقن المياه بالشبكة بتلافيا لهذا الخلل الفني، ولكن كإجراء داعم واحترازي وتوفيرا لكمية كبيرة من مادة المازوت للضخ من مسافة حوالي 20 كيلومتر، سنخصص الحقيقة مرتين بالأسبوع الصهريج لنقل المياه وتعبئة خزانات أخوة المواطنين تشجيعا لعودتهم ومساهمة في إعادة ترميم ما أمكن من أبنيتهم. قمنا بتأهيل كافة الشبكات الكهربائية بداية من خطوط توتر المتوسط المنبثقة من محطة الزهرة إلى قرية الزهرة المطهرة من رجس الإرهاب. طول الشبكة كاملة كان بحدود 3.5 كيلومتر. قمنا بتأهيل شبكة التوتر المنخفض وتركيب العدادات والكابلات الكهربائية اللازمة إلى بحدود 1.5 كيلومتر شبكات توتر منخفض. نحن هلا قدمنا طلب والمعنيين بالصورة مشان المدرسة لفتح المدارس، وهلا يعني هي بدها ترميم شغل بسيطة، يعني شغل حيطان شغل كذا بوب شبابيك. يعني الزارة قرية مدمرة بشكل شبه تام، وقد شهدت أبشع أنواع الإجرام على يد المجموعات الإرهابية، فهي تحتاج لوتيرة عمل سريعة لتعود الحياة إليها في الوقت الذي لم يشهد سوى الشارع الرئيسي في القرية الاهتمام والصيانة، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي إلى عدم الرجوع إلى منازلهم، والمحافظة على حد قول الأهالي غير قادرة على إعادة الإعمار بشكل كامل. وعدونا على اساس يكفوا، هي عمود الكهرباء ما في شبكي، في بيوت ساكنه هسه فيها سكان لغات لاخر الضيعة القرية يعني، وما فيها خدمات نهائية لا كهرباء لا طيب اللي بده يسكن لا في باب، اخذوا قياسات ابواب وشبابيك ولحد الان ما في لا ما ركبوا شيء. وقف في جاي لحد لهون لعنا على القرية بتجي الخدمات ما في حدا. صرنا شهر ساكنين على العتم، لا ما في شيء، ليك طلع لا باب لا شبابيك لا شيء، عيلتين من اشخاص قاعدين وحوش حياة يعني ما اطفال طلع اطفال يعني ما لا مي ولا كهرباء، قلنا من 10 شهر هوني وعدونا يمدونا الكهرباء، روح شوف شريط الكهرباء لوين واصل. متابعة الواقع الخدمي وأعمال التأهيل والترميم في القرى المدمرة بفعل الإرهاب بحسب رأي الأهالي يجب أن تكون من أولويات المحافظة، تشجيعا لعودة الحياة والنشاط إلى تلك القرى والوقوف عند احتياجاتهم ومعالجة العقبات التي تعترض حياتهم اليومية وتقديم الدعم لهم لعودة الحياة إلى قراهم.